رجعنا مرة تانية مشاهدينا ولسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد. المعرض اللي شفناه دلوقتي له علاقة بالفقرة اللي هتكون موجودة دلوقتي أو مع حضراتكم على الهواء مباشرة. من فترة مش طويلة قوي ظهر على موقع المصري اليوم على اليوتيوب مجموعة من الشباب اللي صوروا فيديوهات مهمة جدا الفترة اللي فاتت واللي بيعبروا أو بيقولوا أنها مهمة جدا وليهم حق التوثيق الأحداث اللي حصلت من 25 يناير لحد الآن. معانا النهارده في الاستوديو واحد من التيم او الورك تيم الفريق المصري اليوم او صحفيين الفيديو بالمصري اليوم اللي عمل تجربه مهمه جدا الحقيقه وصور فيلم اسمه يوميات مونروفيا وماسبيرو. هنعرف كل المعلومات اللي تخص الفيلم والمعرض كمان اللي شفناه دلوقتي من الاستاذ احمد عبد الفتاح هو صحفي بمصري اليوم. صباح الخير. صباح الخير يا احمد، ازيك؟ احمد، في الاول انت عملت فيلم اسمه مونروفيا وماسبيرو، هو اسم غريب شوية بس عايزك تشرح لنا الفكرة جات لك ازاي وليه الاسم ده؟ طيب، هي مونروفيا مش اسم غريب، هي مونروفيا اللي هي عاصمة ليبيريا. ليبيريا دولة فقيرة وصغيرة جدا في أقصى غرب أفريقيا على ساحل المحيط. بيتصنف على أنها تاني أفقر بلد في العالم. كانت بتعيش في حرب أهلية بقالها 14 سنة، انتهت في 2004. بدأت من 1990 لغاية 2004. كانت حرب صعبة جدا، كان يعني مرحلة من المراحل اللي بتعدي بها أغلب الدول الأفريقية اللي هي الفقيرة وعندها مشاكل وكده. و2004 خرجت ليبيريا من مرحلة الحرب الأهلية وقررت إن هي محتاجين يرجعوا تاني للديمقراطية، وكانت قصة خروجهم من الحرب كانت ملحمة، كانت اتعملت على إيد الستات أكتر، هم اللي قدروا يوقفوا الحرب عن طريق إن هم نظموا نفسهم وكونوا تجمعات ان هم يضغطوا على الرجاله اللي هم كانوا بيحاربوا، لان ما في ستات بتحارب اوريدي. فلغايه لما قدروا فعلا ان هم يوقفوا الحرب في 2004، وبدا بعد كده مرحله التحول الديمقراطي. فعملوا اول انتخابات تشريعيه عندهم 2005، وكانت تاني انتخابات اللي هي 2011 اكتوبر 2011، دي كانت انتخابات رئاسيه وتشريعيه في يوم واحد مع بعض. وانا كنت هناك لتغطيه الانتخابات دي. سافرت ليبيريا، كان يوم 7 اكتوبر، وكان في اليوم ده اعلن عن فوز رئيسة ليبيريا اللي هي ليدي الين جونسون اللي هي الرئيسة هناك بجائزة نوبل للسلام، مناصفة مع كارمان اللي هي الناشطة اليمنية لجهودها في ايقاف الحرب الاهلية. فكان يعني الموضوع بقى مزدوج، رايح اغطي اللي هناك الانتخابات وفي نفس الوقت عندي فوز الرئيسة بجائزة نوبل للسلام. وانا في ليبيريا حصلت احداث ماسبيرو يعني، وكان الموضوع صعب عليا جدا. انا بحكم وظيفتي انا شويه حد متصل جدا بالاحداث، موجود في اغلب الاحداث، بصور وبشتغل وبتحرك، وحصلت احداث ماسبيرو وانا حاسس ان انا بعيد عن كل دون. ولدرجه ان انا فكرت طب انا عايز ارجع مصر. انت ازاي اصلا صورت الفيديوهات او الاحداث اللي حصلت في ماسبيرو وانت وقتها كنت في ليبيريا؟ انا ما صورتش حاجه في ماسبيرو، انا في ماسبيرو مستعين بماده اغلبها كريتيف كومن اللي هي مشاعر ابداع، برخصة مشاعر ابداع على الانترنت، يعني اصحابها سامحين الناس ان هم يستعملوها، وهي لقطات صغيره جدا. انا بحكي باختصار في فيلمي حوالين ازاي انا كنت في ليبيريا بشاهد واحده من اعظم تجارب التحول الديمقراطي اللي انا بعتبرها في العالم، لان لما كل ما تبقى الدوله ضعيفه وفقيره واهلها افقر وعندهم جهل اكتر ويعملوا تجربه تحول ديمقراطي، كل ما تبقى افضل من دوله متقدمه تعمل ده. يعني ليبيريا بكل ظروفها الصعبه جدا قدرت فعلا تعمل تجربه اعتقد ان هي يعني انا صنفتها من اعظم التجارب. يعني نسبه مشاركه في الانتخابات عدت 90%، وعي عالي جدا من الناس رغم جهلهم، بالمناسبه اكتر من نص الشعب امي، ورغم كده كان ما عندهمش مشكله ان هم ينتخبوا انتخابات مجلسين تشريعيين وانتخابات رئاسه كل ده في يوم واحد، في حين ان احنا كان في مصر هنا انا كنت شايف ان هو كان واحد من اسوأ الايام اللي عدت على مصر اللي هي احداث ماسبيرو، ان احنا نشوف الناس بتموت بايد مفروض اللي هم الناس اللي حموا الثوره. أيوة. فكان الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا، فعملت المقارنه دي يعني ازاي ليبيريا بتتحول للديمقراطيه واحنا في مصر للاسف رغم ثورتنا ورغم الحضاره اللي عندنا ورغم كل عظمه مصر، مصر اقدم دوله في التاريخ، لسه عندنا مشاكل في التحول الديمقراطي ده. وكنت بحاول اشوف ايه اللي ممكن في ليبيريا نستفيد منه هنا. ايه بقى التجربه يعني دلوقتي احنا المفروض ان احنا بنعدي للاسف باحداث ماساويه جدا، من احداث مجلس الوزراء لاحداث ماسبيرو لاحداث شارع محمد محمود، ايه اللي ممكن نتعلمه من التجربه الليبريه رغم ان احنا يعني عدت علينا احداث كتير جدا وبالرغم من كده برضه ما بنتعلمش، لكن ايه اللي ممكن نتعلمه ويمكن نستفيد من تجربه زي تجربه ليبريا؟
اعتقد ان اهم حاجه نتعلمها من تجربه ليبيريا النفس الطويل. للاسف احنا في مصر شويه نفسنا قصير، افتكرنا ان احنا عملنا ثوره في 18 يوم. العقل والمنطق بيقول ان مستحيل ثوره تتم في 18 يوم، مستحيل تحول جذري يحصل في 18 يوم. دي بلد بتتنهب بنظام منظم، بلد بتعاني من حاجات كتير جدا بشكل منظم، بقى 50 سنه تحت حكم العسكر. ازاي محتاجين بلد بظروف زي دي ان هي تتحول في 18 يوم تبقى دوله عظيمه ويبقى عندها تحول ديمقراطي؟ ليبيريا بس عشان قعدت 14 سنه عندها حرب اهليه، قعدت حوالي 6 سنين او 7 سنين بتتحول للديمقراطيه. فاعتقد ان احنا كنا محتاجين نتعلم من شويه من ليبيريا النفس الطويل، محتاجين نتعلم منهم ازاي، ايوه محتاجين نتعلم منهم ازاي نصبر عشان نوصل لهدفنا. أيوة. الليبيريين حطوا هدف صغير قوي قدامهم، الانتخابات هي الحل، وبداوا يشتغلوا على ده. الليبيري بقت تتكلميه في الشارع تقولي له انت عندك ما فيش طرق، يقول لك الانتخابات. تقولي له ده ما فيش تعليم، يقول لك الانتخابات هي اللي هتبقى الحل. تقول له انت مش لاقي تاكل، يقول لك الانتخابات. وصلوا الايمان ان الانتخابات هي اللي هتخرجهم من المأزق اللي هم فيه، لدرجه ان الناس باتت قدام اللجان قبلها بيوم. يعني ليبيريا زي ما تشوف في الفيلم هي اكتر بلد بينزل عليها مطر في العالم، المطر هناك 24 ساعه طول السنه ما بيوقفش. الناس باتت قدام اللجان تحت المطر من بالليل لغايه الفجر عشان اول ما تفتح باب اللجان يخشوا وينتخبوا. يعني كان فعلا تجربه، يعني الواحد كان واقف قدامها مبهور. الحقيقه احمد بجد يعني شوقتنا ان احنا نشوف جزء من الفيلم، فهنروح دلوقتي مع مشاهدي نهارك سعيد نشوف جزء من فيلم مونوروفيا وما سبير، ونرجع مره تانية للاستوديو. اسمي احمد عبد الفتاح، بشتغل مصور وصحفي. وصلت ليبيريا النهارده بتغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية. في الأول كان الموضوع مجرد شغل، لكن مع تطور الأحداث واللي شفته في ليبيريا تحولت زيارتي لليبيريا لتجربة تستاهل إني أشاركها مع ناس كتير. ليبيريا بلد بظروف خاصة وصعبة جدا. في 2004 خرج من 14 سنة حرب أهلية وبدأ يحاول يرجع تاني للديمقراطية، وكانت انتخابات أكتوبر 2011 هي تاني انتخابات بعد الحرب. ده بالنسبة ليا ولأي صحفي أجنبي، أما بالنسبة للليبريين كان الموضوع ببساطة فرصتهم الوحيدة لمستقبل أفضل حسب وصفه. I believe a whole lot that this election is one of the most important election and it will change the lives of many Liberians. That's what I believe, yes. We have suffered for so long. The war we went through 14 years of civil war, which killed over 400,000 people in this nation. So now to see ourselves coming up, I wish to see a better change. ثاني يوم ليا في ليبيريا، أرض الله المبلولة بين المسلمين. ليبيريا. رجعنا مرة تانية مشاهدينا، شفنا جزء صغير من فيلم مونروفيا وما سبير، وبنرجع للأستاذ أحمد صاحب الفيلم اللي كان موجود معانا وصاحب المعرض اللي كان موجود في أول الفاصل. أحمد أنا عايز أعرف هو كام ديانة موجودة في ليبيريا، وليه أو إيه أسباب استمرار الحرب الأهلية لمدة 14 سنة؟ طيب نبتدي من الشق التاني من السؤال. سبب استمرار الحرب الأهلية في الأصل إن ليبيريا بلد قامت بظروف خاصة شوية، لأن هي كانت منطقة بيعيش فيها سكان أصليين نيتيف من قبائل أفريقية. في 1880 تقريبا كان في العبيد اللي هم اللي في أمريكا العبيد السود، قرر الرئيس الأمريكي وقتها إن هو يرجعهم أفريقيا تاني ويعيد توطينهم، فرجع مجموعة من العبيد معاهم فلوس وسلاح وكده لأفريقيا، نزلوا على شاطئ ليبيريا، كونوا الدولة، استعبدوا السكان الأصليين رغم إن هم زيهم أفارقة، بس لأن هم كان معاهم الفلوس والسلاح والمال والعلم طبعا قدروا يستعبدوهم، وكانوا رغم انهم اقليه. يعني التشكيل جوه ليبيريا 10% من اللي هم بيسموهم الكونغو او اللي هم حفيد العبيد الامريكان، و90% اللي هم من السكان الاصليين الافارقه. التركيبه دي ولان ال 10% يعني قدروا يسيطروا على الحكم طول وقت ليبيريا من 1880 تقريبا لغايه قبل الحرب الاهليه، ادت لقيام الحرب الاهليه. ده كان بدايتها، لكن بعد كده الموضوع اتطور ان بقى كله بيحارب في بعضه، وبقى الموضوع دخل فيه بقى امراء حروب وجو كده. رغم ان في مشكله في ليبيريا في موضوع الكونغو والنيتيف، لكن ليبيريا فيها حاجه غريبه جدا، التسامح الديني الغريب. ليبيريا انا من اكتر البلاد اللي ممكن تشوفيها في العالم فيها تسامح ديني. يعني انا جايب في الفيلم بتاعي السواق اللي كان معايا في ليبيريا اسمه فرانك مسيحي كاثوليكي، ابوه مسلم واخوه بهائي، والثلاثه عايشين في بيت واحد، عندهم تسامح غريب. وده كان من احد الافكار اللي قايم عليها فيلمي، ازاي
فرانك ده شاف اللي حصل، كان في الجزيره الانجليزي يوم 9 اكتوبر بالليل، فجاي يوم 10 بيعزيني بيقول لي انا شفت مشاهد سيئه عندكم في مصر وناس بتموت وكده، وبيعزيني وكده، وبعد كده بيسالني هو يعني ايه اللي حصل بالظبط، هو ليه اللي حصل دوت. كان بالنسبه لي صعب اشرح له، صعب اشرح له ان الموضوع احنا بنحاول نصدره ان هي خناقه مسلمين ومسيحيين، وان الموضوع وراه جيش وشرطه، وان يعني كان بالنسبه له صعب ان هو يفهم الكلام ده، لان في الاخر فرانك ده هو شايف ان هو ممكن يبقى مسلم، يعني ممكن يبقى مسيحي واخوه مسلم واخوه بهائي وابوه مسلم والثلاثه عايشين في بيت واحد عادي جدا. بالمناسبه يعني ليبيريا فيها تعدد ديانات غريب جدا، فيها بهائيه بشكل قوي، فيها ديانات بقى اللي هي ديانات اسيا زي البوذيه والارثوذكسيه، والديانات اللي هي الجديده بنسميها الديانات الجديده في علوم الاديان، فعندهم تسامح انا شايف ان احنا مفتقدينه كتير في مصر، وده من الحاجات اللي ممكن تدفعنا لقدام في المرحله اللي احنا فيها دي. وعشان كده هم وصلوا للتطور اللي هم فيه ده، انه معروف انه من ضمن الحاجات اللي ممكن تكسر ظهر اي بلد هي الحرب الاهليه. احمد، عايز ارجع مره تانية للفيلم، تعرفتي كده مين شاركك فيه في مونتاجه، في عمليه السفر، في عمليه تحقيق الفيلم كله من اوله لاخره؟ طيب هو انا الفيلم اصلا وانا بعمله ما كنتش بفكر ان انا بعمل فيلم، يعني انا كنت بشتغل شغلي عادي جدا، كنت بغطي توثيق احداث، كنت ساعتها شغال مع مكتب قناه الجزيره في غرب افريقيا في الوقت ده، كنت بشتغل معاهم كمصور هناك، يعني كان بيشاركني في الاعداد اللي هو المراسل اللي هو عبد الله الشامي، ده مراسل الجزيره في غرب افريقيا. بس لما وانا في طريقي في الطياره وانا راجع، الرحله بتاخد 3 ايام طويله شويه، فبدات افكر انا ممكن اعمل ايه عشان اللي حصل في ماسبيرو وكده، فبدات احط فكره الفيلم، كتبت سكريبت، ولما رجعت مصر بدات اشتغل عليه، وبعد كده ساعدني زميلي محمود متولي ده مونتير عندنا في مصر اليوم ان انا امنتج الفيلم ويطلع بشكل افضل، واحد زملائي احمد زكي ده صحفي قسم في مصر اليوم الانجليزي ساعدني في السب تايتلز اللي احنا شايفينه على الفيلم بس، والفيلم طلع بالطريقه دي، يعني هو يعني جهود ذاتيه زي ما بيقولوا يعني. لا بس يعني بجد تسلم ايديك، وحاجه حلوه جدا وفكره حلوه جدا، عشان حتى على الاقل نبدا نتعلم منها حاجه ونشوف اللي حوالينا، كل ما نبص حوالينا ونشوف تجارب اعتقد ان ده لازم ياثر فينا. استاذ احمد، يمكن شغل او عمل الصحفي الفيديو ده شغل احنا او وظيفه بنسمع عنها قريب، يعني مش موجوده بقالها فتره طويله، فكلمني كده عن شغلك وعن طبيعته كصحفي فيديو. شغلنا ليه طبيعه خاصه شويه، واحنا بنحاول نبني كارير جديد او وظيفه، مش وظيفه جديده، هي جديده في مصر، في مصر اليوم، لكن هي مش جديده بره في العالم، اللي هي بنسميها المالتي ميديا جورنالست او صحفي المالتي ميديا، او بالعربي صحفي الوسائط المتعدده، هي ترجمه يعني عجيبه شويه، اللي هي الصحفي اللي بيقدر يطلع كل المنتجات اللي بيحتاجها المؤسسه الاعلاميه اللي هو شغال فيها. احنا دلوقتي عندنا في مصر اليوم جورنال ورق بيطلع كل يوم، عندنا ويب سايت الابديت فيه تقريبا كل دقيقه، الويب سايت بيحتاج تكست اخبار، وبيحتاج صور فوتوغرافيا، وبيحتاج تقارير فيديو، احنا بنحاول نوصل بالصحفي اللي يقدر يطلع لي كل المنتجات دي، يعني يطلع لي خبر للجورنال الورق، ويطلع لي صوره تنفع برضه في جورنال الورق، يطلع لي صوره للموقع الالكتروني، ويطلع لي الخبر بتاعها، ويقدر يطلع لي فيديو ينزل على الموقع، ويقدر يطلع لي بريكنج نيوز تبعت اس ام اس على الموبايل، ويقدر يبعت لي بريكنج نيوز تتعمل شريط اخبار. احنا بنحاول نوصل لده دلوقتي يعني، ودي تجربه عندنا. صحفي الفيديو شويه كارير جديد في مصر، بس يعني مع زياده الموقع الالكتروني وكده بدا يبقى عندنا صحفيين فيديو في مؤسسات تانية. طبيعه وظيفتنا ان احنا شويه بنشتغل بكروهات صغيره جدا، غالبا الكرو بيبقى واحد بس اللي هو الصحفي، كاميرات اقل شويه من كاميرات التلفزيون لان احنا اصلا بنشتغل انترنت وكده، وبنبقى اكتر في اشتباك مع الاحداث، يعني على سبيل المثال مثلا زي احداث التحرير، كروهات التلفزيون غالبا ما بتقدرش تشتغل في الاوقات اللي بيبقى فيها اشتباكات قويه وكده، لان كرو كبير معداته كبيره، انا اسف ساعات بتضغط عليه من المؤسسه العسكريه ان انت لا مش هتغطي في الوقت ده، لكن احنا بنبقى اخفف الحركه، اقدر ان احنا نتحرك. يعني قبل ما اجي لكم على طول احنا كنا في ميدان التحرير بنغطي فجر اقتحام الجيش والامن المركزي للميدان، استشهد اكتر من 5 شهداء النهارده الصبح. صعب ان التلفزيون ينزل يغطي حاجه زي كده، لكن سهل لصاحب الفيديو بكاميرا صغيره ان هو يبقى موجود ويغطي ويقدر يرفع ده. تقدر توثق احداث كتير جدا من خلال شغلك وتقدمه للناس سريعا.